هنا حبايب قلبي بقى، يا الفيديو يعجبكم. احنا معانا الجمبري كده، كل واحد صينيه، ولا مش قادره اقول لكم مليانه وكتيره، والواحد جاع نفسه كتير. شوفوا معايا الفيديو وربي يعجبكم، متنساش في اللايك والاشتراك، والعقاب هيبقى جميل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك عاملين ايه؟ ازيك يا حبيب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم. بص ده التحدي بقى اللي على الكيف. اللهم صل على اهلي وصحبه اجمعين. صلوا على النبي، نكسب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا النهارده جاي لكم بتحدي جديد، يا رب يعجبكم. اول كده ما تنسوناش في لايك، وحطوا لنا لايك حلو، لايك جميل. هو التحدي ده بيعجب اي حد اساسا. طب وريهم بقى، استحاله تكسب النهارده ان شاء الله. ان شاء الله. لا ده انت جاي بالجمبري يا بيتي. رز سمك اللي هو الرز الاحمر دوت ابو شعريه، ومسامير استاذه فيه بصراحه، والجمبري. الجمبري. واحسن حاجه اللي هو من غير قشر. أوه. فالواحد مش هيستنى يقش. ده هياكل على طول. شوف ده انا عملته زي ما انتوا قلتوا لي اهو، اعملوا لي فريله من غير قشر يا فريله عشان يعرف كده. انا بقى نسيب الفيروز. استنى افتح هيك. في ضرب نار شكله فرح. ما تملهاليش بس نصها. ماشي. ماشي؟ تاني؟ لا. بس ده يا جماعه الناس اللي كانت بتسالنا عليه، دوت مكعبات ثلج بلاستيك، يعني مكعبات ثلج فيها، يعني مكعبات بلاستيك وفيها ميه بتحطيها في الفريزر بتتلج، وبعد كده بتحطيها بقى في الحاجه بتسقع لك الحاجه وجميله، ما بتخليش فيها ميه. احسن من الثلج، الثلج اللي هو العادي عشان ما بتطلعش ميه، الميه بتاعته بتعمل فبتخفف الحاجه. طبعا شويه السلطه دول اكيد يعني من قبل حتى. بس ما تنساش باللايك، قولوا لهم حطوا لنا لايك. طيب قول لهم اي حاجه من دي. حطينا لايك، حطينا لسه لسه كده هو جعان. لا هو كده كده الاكله ديت مش محتاجه بقى الواحد يقول لكم فيها اي حاجه. هنخلصها. هي خلصت. بسم الله. حطينا لايك يا جماعه، شاركونا باللايك والشير، كومنتوا كويس، ربنا يخليكم لنا. بجد يا جماعه اللي ما خدش الرز دوت فاته كتير. تسلم ايدك. عم ناكل رز وجمبري وطلعت الجمبري المحمر الجميله دي على شطاره. لو عرفت انزلها لكم النهارده بالليل بعد الفيديو ده هنزلها، لو اكتبوا لي في الكومنتات لو عايزينه بالليل الساعه 12 واحده هنزله، لو عايزينه بكره تاني يوم هنزله عادي. ينفع يعني الجمبري جميل برضه. الجمبري جميل جدا. ادعوا لي بقى اكتر. لا ان شاء الله لا، زي ما قلت يا جماعه. هو ايه طبعا؟ انا شرقان وعمال اخد مش قادر. اسالني بقى شرقان مش شرقان هعمل عقاب. هو احمد في الرز بيكسب، بس انا هحاول عشان اعمل فيها كب جميل. لا مش هاخد وحش قوي يعني الجمبري وخسرت. لا افضل رز وجمبري يعمل ايه؟ نفسي اغوص بايدي كده براحتك، بس نسيت اجيب المناديل. انا اشرب. انا كنت عديت مش شايفين من الطبق. قرني فلفل جبار. خلاص الشرق راحت. راحت؟ قبل كده الطبق. ما بيطلع الفلفل يا بيت. ناخد بقى مع حبة سلطة.
مش هتكلم عشان ايدك. أنا الفلفل الجبار يا رقيب. أصلنا كنت مليان كلام بعد ما اكسب. مزيلك سبخة بسبب دعوني معاني مش في رز قوي بس هتسب بالقعدة انت عليك طبعا ما بتمضخش تمضخ عزب والله ما سيبك استنى مليانة ورا استنى 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 رزقتني انت اصلا ما بتغيرش انت اللي بتغير مش قادر ابلع بقي انا بلعب تعدى البلا يا جماعه مش قادر ابلع مش قادره لو قامت طفشت مش بقى خسرت مش قادره والله مش قادره استنى انا بلعتهم انا كل سلطه كلها باخر بعلق كلها عشان ما نرميش يا جبل عشان انا عارفه الرز دوت لعبته وهيكسبني فيه فعشان كده جيت على نفسي الله حبه سلطه هعمل لكم الطريقه برضه على الشطاره في المطبخ مطريقه السلطه
جاهز يا ابني؟ جاهز يا حاج؟ يلا يلا بينا على العقوق. ترى عامل فيها عقوق النهارده والله ده لوحدك ولا حد معاك؟ اشرب بق من ده وروح نعمل العقوق. بص انا جايبه العقوق معايا جاهزه ومجهزه. والعب شقف في دقنه والعب شعر ونخلص الموضوع. شايفين يا جماعه التشجيع؟ اه والله انا عملت مجهود جامد قوي. انا عملت فوق الجامد. انا كده ما عملتش الجامد، انا عملت فوقه. لا والله انا عملت مجهود جامد جدا. يلا عشان ما نطولش عليكم يلا بينا بقى نشوف نعمل عقوق. انا خلصت. مين اللي كسبان بقى؟ نخلص. مين اللي كسبان كده؟ مين؟ برايك انت كده مين؟ طبعا انا. ده انا اجيب خنجر من السكينه. يا رب يكون التحدي عجبكم. مش بختم والله، انا مش بختم بس انا اتخضت. اول ما سمعت كده اتخضت. انت ده مش عامل عقاب. يا رب يكون التحدي عجبكم. فلو عجبكم يا ريت ما تنسوش بالاشتراك واللايك وكومنت بقى كده ايه اللي عجبكم في الفيديو، ايه اللي ما عجبكوش نحاول نحسن فيه. يعني انا بحاول اظبط القانون قولوا في الوقت، ما بقتش اطول الوقت قوي. اه يعني الوقت ما بقتش قوي وما نطولش خالص. هنحكي دلوقتي. يلا بينا على العقوب. ورجعنا لكم تاني للعقوب. والله انا ما قمتش في مكاني، مش قادر. انت بنمت وانت بتقوم يا حبيبي. قاعد عمال اقول له طب شغل الكاميرا، اللي مش قادر اقوم. طب مش عارف ايه، يقول لي مش قادر. انا اصلا مش قادر ارجع ظهري لورا. بصوا بقى، صلوا على النبي. الله يسلمك. انا هعمل له عقاب قاتل اللي هو يموت على طول. جيب من الايه. ماشي. انا بس شلت الاكل كله ما عدا الحته الحلوه دي شطه ايه؟ سوداني، شطه برازيلي، مش عارف شطه جايبانها منين. المهم يعني اللي هي شطه جبار. يعني اكل الشطه؟ اه. طب زي الفل. لا ما مش ولا هتاكلها ولا هدلقها ولا اي حاجه، انت هتعمل بيها حاجه ثانيه خالص. بص بقى، الشطه دي انا احطها على ايده هو شمها كده زي كوكايين. اسمه ايه؟ اسمه كوكايين. فيلم الكوكايين دي انقرضت من ايام فيلم رصيف نمره 5 اللي هو بتاع فريد شوقي و انا لسه متفرجه عليه ومحمود المريجي. لسه متفرجه عليه، فقالوا كوكايين فجالي في دماغي العقاب دوت اللي هو وشني بقى كده ويروح ماسي كده. ماشي. هات ايدك خلص. يلا خلاص يا عم عشان الوقت، عشان الفيديو. طب انت عرفت انا ما بحبش خليها، والله بعاند على نفسي وعشان بتعمل عقوبات غريبه يعني تحس ان ايه. طب بقول لك ايه، حط دراعك في الفرن شويه. ايه يا ستي اللي بتقولي ده؟ طب والله عقاب جميل. المره الجايه ان شاء الله والمكسب هعمل، خليه يعمل. تحط ايدك في الفرن على درجه حراره 240. يلا يلا بقى احنا عشان الفيديو هيطول والله. هتحطي طيب وبصليه معاها؟ لا هي الشطه كفايه. اه على دراعك يعني؟ اه. خلاص احنا نشيله خالص. في كيس حراري بقى عشان ايه؟ كيس حراري يستوي. لا في البطرمان يا معلم، ده اكتشاف البطرمان دوت حاجه خطيره. يلا يا احمد خلص. كده اه بص تشيلي ماشي؟ بس خلي بالك تطير في عينها. ايه ده يا حبيبتي؟ يلا خرابي. وروني الناس بقى. وريهم. بصوا الهبل ده شطه وحياه ربنا جبار. ولا تقولي كوكايين ولا تقولي انا عامل لك الهبل اللي انت عاوزه، بس ايه عشان عشان يبقى ايه حاجه في المعقول. واصل مش هينفع اقرب منهم مناخير يا ست. انا هلحسهم. ده ريحتها جبار. انا هلحسهم. تلحسهم ايه يا احمد؟ يلا شني يا احمد خلص بقى. لا ما هو قولي لعقلي عشان امشي لك العقاب بتاعك يعني عشان يبقى بالعقل. طب ما هو عقل اهو شني. لا هو هلحسهم دي سهله. لا مش سهله بقى. بقول في ايه؟ بس شني احسن. شني ايه؟ وشنبك يبقى كله شطه كده وريحتك شطه. شنب ايه يا ست حرام عليك؟ ده اللي افترى ده. انا الحسم مش طب الحسم يا احمد. خلينا نخلص العقوب. الحسم هو اصلا جبارين اصلا. حياة ربنا مالكوا عليا حلفين ان الشطه دي جباره. يلا مفيش غير واحد بس بيبيعها في الكون كله في الورقه عندنا. ايه الحسم؟
اشرب ماي برد اشرب ماي برد اشرب ماي برد وحيد ربنا وش حمر اشرب ماي اشرب عشان لو كنت خسرت كان بيقول ان انا محضر لك عقاب اطلع فيه القديم والجديد عليك. هو ما رضيش يعمل عقاب امبارح. امبارح معلش سيبنا الفيديو عشان والله العظيم كنا متضايقين قوي فسيبنا الفيديو. حلوه جميل بيقول لي اطلع عليك القديم والجديد كله. انا عشان كده والله خسبت على نفسي شطه دي مخاريدي وانا مخاريدي تعبانه. يلا يا حبيبي الشطه بعيد الشطه بعيد عنها وحطيت على الشرب على المخارج. انا صدري تعبان يا اخواتي اشيل نشان اروح فيها يلا قول لهم سلام بقى. ده مش هخليك تكسب ابدا ايه ليه هو ده مش هخليك يكسب ابدا. يلا يلا حبايب قلبي حطي لي لايك حلو لايك جميل. ده انا جايه لكم بالحلو بقى كله ان شاء الله وتقيل انا بتقول شعور يلا قول لهم سلام. السوقي بص ده هو جاب ده مال ايه وحياة ربنا جابوها صعبانه على ايش. طب حاجه صعبه صعب امال مش صعبه يلا كده ايه يلا يا حبايب قلبي رب يكون الفيديو عجبكم. الفيديو ده معلش هينزل متاخر شويه. يلا سلام سلام.